مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا، وحنا دائما في العرس الاسطوري. والف الف مبروك للعروس والعريس كذلك. ومعنا دابا حاليا المولاي السلطان سي عبد اللطيف. السلام عليكم. سلام على سعاد، بطول عمرك ان شاء الله. بدايه الف مبروك. شكرا بزاف. كذلك انا بدايه كنشكر الشيف ديالي. علاش؟ ماشي حيت حاضره حالا ولا الان، بل كانت حاضره من البدايات، هي اللي امنت بينا من البدايات، هي اللي فتحت لنا باب الاعلام من البدايات منذ اكثر من عام من خلال المراسل ديالها في مدينه تازه سي عبد الله بوته. كنشكر بزاف الطاقم ديال شوف تي في والاخوان القائمين عليها وكل المراسلين ديال شوف تي في، مجهود جبار تقومون به في ايصال الصوره. ان شاء الله رب العالمين تكون صورتنا اجمل ان شاء الله عند المتابعين. الواجب ديالنا هذا، واليوم كنشوفوك عريس تبارك الله، انت والعروسه ديالك الله يكمل عليكم بخير. كيفاش اختاريتوا هاد الجروب؟ كيفاش تم اللقاء؟ كيفاش اللقاء؟ كان صدفه واجمل لقاء كتكون. لا كنهضر على الجروب. اللقاء كان صدفه، كما قلت لك اجمل اللقاءات هي اللي كتكون صدفه. اكيد كان عبر الشارع مرور سلام سلام وهكذا مشات الامور. صراحه تحيه كبيره للاخ بدر والاخ هشام وجروب سي سعيد وكل الناس اللي حاضرين معنا، باش ما ننساش الشنيه ديال البالميدرو القلعه ديال الاخوه. صراحه داروا واحد المجهود كبير. كذلك الاخت تزيا، كنسى الاسماء، المهم كاع اللي شرف على احياء هذا العرس ان شاء الله. ميزو تزيا مشكورين جزيل الشكر كل القائمين، وصراحه والشكر كبير للفنانه اللي حضروا العرس ديالي. هذا كان الحلم انك تلقاهم وتشوفهم عن بعد، فما بالك انهم يكونوا حاضرين في حفلتك ويفرحوا معك. ونتمنى لك الخير ودعم معك تعود الخير. هذا اجمل حاجه واكبر حاجه. كنتي كتظن ان في يوم من الايام العرس ديالك يكون بهذا؟ لا ابدا، انا سقريت تزوجت من دي قبل، يعني ما كانش كنت كنتهرب من العرس، لاني كنشوف راسي نقدر نسبب متاعب للناس، فهمتيني الكرسي متحرك هالصحاب هذه. لكن فاش تزوجت بسهام هي ما شدتش ذاك الغناء ديال العيالات اللي خصني نديرو نفعلو هذا ولا هيك. لكن فاش جات هذه الفرصه قلت علاش، من حقها انها تخلي واحد ذكرى زوينه في الحياه. ان شاء الله رب العالمين نتمنى نكونوا ذكرى زوينه ماشي غير لينا ولكن عموم الشعب المغربي، ان شاء الله يفكرونا دائما ان شاء الله. شنو الكلمه تقول الزوجه ديالك بهذه المناسبه؟ شوف بعض المرات ما كتبقاش عبارات في قواميس اللغه باش تمدح فرد معين. نعم. يعني التضحيه شتي الفعل؟ انا كنهضر واحد الجوج كيهضروا التضحيه بكل ما كتحمل الكلمه. انا المراه اللي تصبر معاك ثلاث ايام ما تاكلش الخبز، المراه اللي تدي ميردي معاك، المراه اللي تدور معاك الطبله في الجزره هذه وتمشي دير سندويتشات وتهز في السيكان وهذا، وباش تمشي باش نجيبو ان شاء الله ان شاء الله. وتستاهل. انا والله القسم شوف مهما يكون انا ما نستاهلش كل هذا الفرح. لا بالعكس، ولكن زوجتي تستاهل. بحكم شنو دارت وشنو وقفت، الله يكمل عليكم. امين يا ربي. الله يكمل عليكم يا ربي. نخليك لان مازال يلاه اللبسه الاولى ومازال العروسه كتبدل اللبسه الثانيه. مش نتمناو يا ربي العرسان الرفاه والبنين ان شاء الله باذن الله تعالى. وكنتوا معنا مشاهدينا مع العريس، ونخليوهم باش لان غيخرجوا البرزه الثانيه كيف كنقولوا، ونتلاقاوكم ان شاء الله معاهم في مباشر اخر باذن الله. ما قليل ندعوكم دمتم في امان الله الى اللقاء.